السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا يا مسهلا. في حلقة اليوم بسوي شيء شوي جديد، أبى أسوي جسر. طبعا هذا اقتراح منكم إني أسوي جسر دولي. هني في نفق حاليا، أنا حاطنا مصرنا بس ما منه فائدة فعلية، بس أحسب مسافات السفن وأجيب جسر. والجسر طبعا مان ميد بما معناه سووه البشر، وسووه البشر معناه راح يكون شكله مختلف تماما، راح يكون أقرب إلى مجمع جسور على أنه جسر، عرفتوا؟ بيجمع جسرين. طبعاً الحين هذا الشارع اللي تشوفونه أنتوا تحت النفق هذا راح ينشل إن شاء الله. وهني في نفس الوقت أبى أسوي ميناء ثاني، يعني جسر زائد جسور زائد ميناء زائد أشياء ثانية جاهزة تقريباً. أخذ مدى جديد أعلى شوي. اساس البحر انزين، ومشروع الجسر. طبعا انا قلت لكم ببدا مشروع الكاتدرائيه هناك، لكن المنطقه البتروليه محتاجه حل، لان بنسوي شوي شواطي، والشواطي محتاجه مثل ما تقولون مشروع كبير. خلى في ناس قالت لي خليل لا تلعب في اليبال. ليش؟ انا اسافر واشوف وايد ناس انا مسوي اشياء يعني. انزين الحين خلنا نسرع اللعبة أساس الماي يروح من عندنا. بسوي هذا شوي مربعي يعني أساس إنه يكون مثل ما تقولون، كيف أشرح لكم؟ أسهل إني أقدر أحط مينا وجسور، أقدر أحط هنا مينا وأقدر أنزل من هنا شوارع رئيسية. إنزين، الصعب في الموضوع هنا في هذا بالذات يبل إنك تسوي شارع. سويت الشارع، فليش انا سويت هذا المكان؟ لان هذا المكان مفروض انه يحوي لي على شو؟ على الصعدات اللي انا محتاجنها بحيث اني اصعد الليبال بالطريقة هذه. فمحتاج اسوي شارع شبه دائري تقريبا من هني. انزين يا ليت الماء يروح. انزين، تميت اطالع التقاطعات اللي موجودة عندي، وعلى ما يبدو هذا انسب تقاطع على اساس يكون جسر، وجسر عالمي جدا. سلوب تو ستيب، نسوي الجسر بالطريقة هذه. الحين المينا راح يكون هني، اوكي، بس المينا راح يمتد الى شو؟ الى دوار. خلي احط لكم اول شيء شارع الى المينا اللي انا اتكلم عنه. حطي شارع اربع شوارع بالطريقة هاي هني، وبحطي فيه شو؟ دوار فيه ضخامة. خلينا نحط الشارع 3 لين هاي واي، لان المكان هذا مجمع اساسي ضخم جدا. انزين، هذا نبال دوار شوية على داخل، بدوار شوي على داخل على اساس توصيلة الشارع نفسه ما يبغى لها وقت. شوفوا اني من هني نطلع الشارع، هذا طلب الكثير منكم طلبه الحين، اني اسوي شارع مدفوع التكاليف، يعني ولا شارع عليه رسوم طلبتوه مني في الكومنت. فالحين بسوي الشارع اللي هني، اي حد يدخل ويطلع من الجزيرة يدفع رسوم ويدفع جمرك حقنا. بنحطي هذا شو تو واي، لا نبا ون واي لارج. نتكلم عن شاحنات، وشاحنات يبغى لها وقت صح؟ فاول شيء خلونا نكسر هذا ونكسر هذا ونحطي لنا التولز. الحين هذا بهذا الاتجاه، هذا نباه بالعكس، هذا وايد كبير الصراحة. هذا ون واي، بس هذا كم لين؟ ون واي اظني اربعة يشل تقريبا، المفروض ثلاثة اظني كفاية، لان ون واي هذا مش تو واي حتى يعني. انزين، هذا كان هاي، هذا راح يكون عكس طريقة هذه، وراح نحتاج نوصل ماي طبعا، لان المنطقة كبرها راح تحتاج دعم الماء. لكن حاليا خلونا نفكر بالطريقة هذه، والله قمت اخبص ابو. انزين، خلنا نمد كهرباء من عند المحطة هذه، ما بتسوي باسترو او بتوصل لهم اللي هي الشوارع. انزين، الشارع الاول نبنى هايوي من هني، نحاول اني بقول اللي يلف طريقة هاي قدر الامكان سموث، وهذا كذلك قدر الامكان بنعومة اللي اقدر عليها. هذا هني وهذا
هذا قدر الامكان الطريقة هذه. طبعا في اشياء تعديلات بسيطة من الافضل ان وشي بالطريقة خلها الشرع سيدة روح يكون في نوع من انواع الميلان والناس ما توقف ان اذا الشارع فيه كسرات زوايا يوقفون بسرعة عرفتوا الطريقة هذه ويروح الى الشارع العام. نقدر نزيد التكلفة لكن حاليا ما بنزيد. انزين هذا الجسر راح يوقف وين؟ راح يوقف مكان المصانع اللي هنا. شوفون مصانع البترولية اللي هنا ها راح نشلهم. عندنا مصانع شتى انواعها راح نشل نهدم المنطقة كامل ونسوي جسر استقبال للجسر اللي جاي من هنا راح يلف بالطريقة هذه. والله ممكن نسوي هذا بعد مكان بس هني ما ابى لان ابى مكان يلف هني وابى مكان يلف هنا. زين فشو اللي بنسوي؟ راح ناخذ اول شيء حدود الشارع اللي نباه يعني اللي هو هذا. زين يا اصدقائي نسوي لنا جسر هذا طول. ابى اشوف وين يوصل. طبعا هذا وايد اطول من امده بسهولة. طب الطريقة هذه لازم شو اسوي؟ لازم اول شيء الغي هذا المنطقة. اوكي كل شيء عندي هني مخصوص في البترول لازم ادمره كل شيء كل شيء مرة. هذا المكان كان مكان بترولي. انتو تستغربون طبعا الحين في ناس عارفة تحشر كيف جسر وهذا وفي مدن هني وسياحة ان هالجسر راح يخدم ناس خدمات ضخمة جدا. وهذا طلب منكم انا ما كنت افضل. انا كنت مسوي شارع مخباي يعني صراحة بس اشوف كان في اقبال من عندكم على مشروع الجسر. فالحين شو سويت؟ سويت الموضوع على جسر بصراحة. انا اتكلم وياكم يعني صدق فكان هذا اقبال من جانبكم انتو الشخصي فبنيت الموضوع بحط عليه افكاري الحين شوي بنحوله الى مشروع جميل. انزل طبعا هذا انسل الشارع كامل. مشكلة ما عندي تقاطع صغير بالمعنى الحرفي قاطعاتي كلها ضخمة. زين خلنا نشل الموجود هني وخلنا نشل الشير اللي حطيناه هني كله. زين اي شيء ثاني عقب بنمسحه مو مشكلة. زين الحين اهم شيء عندنا المنطقة هاي نعدل اللي فيها. زين اساسا رد شغل اللعبة. الحين ممكن نحط مجموعة اشياء. ممكن نحط هذا الجسر. صبر خلوني ادق اسكيب الطريقة هاي كامل نشل احسن اساس نقدر نبني راحتنا جسر ضخم يعني قدر الامكان. انزين الجسر هذا راح يخدم الانترال هذا كامل على فكرة يعني او هاي اللي اوكي. انزين ممكن نستخدم عندنا والله انواع اشياء يعني نستعمل هذا الطريقة هاي بس هذا وايد ضخم. نستعمل هذا بس هذا كان مشروع فاشل صراحة. أنا الجسر ما سوى له خير. نعمل هذا بطريقة سبيسر دي وايد هذا على اساس الكهرباء اللي موجودة. انزين نطلع منه هني والله طريقة جميلة صراحة. والله شكرا ان بعدنا نقدر نسوي مشروع هني جنب صغير نسوي اشياء. هذا مو مشكلة هذا ترى مقدور عليه يعني هني نزلوا خلاص هني بعد باقي كنترول اتش لك عندنا هني خلاص خلص الموضوع. مشروع الجسر مشروع ترى مش صغيرة لازم تعرفون انتوا هالموضوع. المشروع هذا اكبر مما تتوقعون. انزين اول شيء بنسوي نبني ابنه بالطريقه هاي بني خلينا نسوي لنا دوار صغيرون الطريقه هذه نجيب الدوار او ما له داعي يعني الدوار خله بس شارع شوي لان يستوي سلوب ماله حلو. انزين ونكسر هذا ونكسر هذا ونبني بشارع من هذا يطلع
اقلع لين هذه طريقه هذه بنعدل الاسلوب كله زين هذا بنيه بالطريقه هذه زين الحين هذا اللي علينا شو نسوي نسوي كنترول اتش نسوي لحظه مو في التول كليك كنترول اتش وما ارتفاع هذا ربان اوريدي انه صار عم يشوف قبلنا هذا نشيل هاي والنيب ولسه رش نضبط الدنيا هنا شو طريقه شوي بيستوي احسن بس ما بيكون بالضروره افضل انزين الحين نحن وصلنا هذا فشو استوى كان يتطعج من اماكن الحبيب يا الله كيف كان يتطعج ايوه الحين احسن بعد انا اعرف في حد بينتقدني على الجسر هذا والله من حقه بس ما بأطول الموضوع هني الصراحة في هذا الجزئية من الخريطة ونحن اوريدي قاعدين نرجع الاشياء يعني شوي 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 قاعدين نرجع الماب يعني نعدل الماب من اول وجديد بس نكون على ارض واضحة هني يبالنا هني يبالنا هني نكسر كامل هني بهني اكبر من هذه مش تولين لا وثريلين طريقة هذه وابا هش الصناعي خط مستقيم بالطريقة هاي للدوار طبعا المستقيم كان افضل مستقيم الى الدوار هذا ابا اكثره طيب شارع شوفوا طريقة هذه طريقة هذه وابا طريقة هذه هنا ونفس الدوار دوار نفس الشيء بنسني بالموف التول بنسحبه عسى بيتخربط عقب بس لازم اكسره ورده بيستوي اموره طيبة هني مش المغزى الرئيس الحين هني شارع حاليا عدل شارع شبه عدل اوكي خلينا نشرب الحين الجزء الصعب في الموضوع اني انا اقدر اجيب جسر من هناك لهني بدون ما يكون شكله هو شكله بيكون معوق نوعا ما انزين بس بني بخط دولي يعود يعني وين اربع شوارع فور لين هاي وي اكثر من فور لين هاي ويز واي تو ماتش وايد انزين بالطريقه لا اوكي نيبه الطريقه هذه عقب كيف ارتفاعه كان؟ ارتفاع بيض فلازم شو نسوي؟ لا ما لازم نسوي اني بالبرر لو روز انا منزلنا ولا ما منزلنا؟ لما ننزل برر لو روز الحين بيحلنا وايد اماكن ما ظني منزلنا صراحة هذا نفس الارتفاع هذه زين وها بنعدله شوي في الزاوية اوكي بنيب هذا نحن بنيبه لين هني بنسوي بنيب من هني طيب هذا برر موجود برر خلاص الحين دام مشينا عليها خلاص ولا ستب
ينزل يقعد ينزل ما ينزل اوكي بس قاعد ينزل وما قاعد يتحول الى شو الى جسر. خلوني شو اسوي اسوي شيء ثاني بدل ما اسوي بالطريقه هاي لانه شو بيسوي الحين بيسوي شكله قبيح. نحن ما نبى شكله قبيح نبى السفن تمر تحت عادي. طبعا في 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 جسور طوال جدا في هالعالم بس مش بالطريقه هاي. ما شيء يدور بالطريق هالطول لكنه مشروع طيب صراحة. هذا علته يوم احوله الى مايل ما يرسمه جسر. شوفون هذا الترى اللي مستوي. فبالتالي شو بسوي ان هالشي يرفع الضغط ابغى كله نفس الديزاين اللي اقدر اسوي اني طريقة هاي طريقة هاي وعقب اروم مثل ما تعرفون من بتقول شو طريقة هاي طريقة هاي. مشروع وايد وايد مش بهالبساطة يعني. انزين هلا نشل الشارع نوصل في اول انا شلش انا ثاني مكان ونيب من الشارع ونرفعهم الطريقه هذه وش تكون المكان. شكرا فتحت نزلنا الزحمه هناك فالناس قامت تروح. انزين بالطريقه هاي الحين صار عندنا شارع مباشر من كهرباء. قطعنا شيء نحن عن المدن؟ لا ما قطعنا شيء. هذا المشروع اللي انتم طلبتوه اظن السفن تمر من تحت وعقب انا بتشيك عليه عقب ورا البث وهذا بسوي كليكات بصلح الاخطاء هاي عليه. انزين الحين الشارع اللي هني الشارع اللي انت تشوفه الحين احنا داشين في موضوع شوي فيه يعني نوع من انواع التعقيد فما عليه. كيف نطلع شارع فوق؟ طبعا هالشيء يعني في ناس وايد اعترضت عليه اللي انا قاعد اسويه ولكن انا لازلت اشوفه مناسب. زين الحين هذا الشارع يتم هدمه قابل منو هذا الشارع. طبعا الحين هذا الشارع كامل انا ببدله واخبركم كل ثانيه ابى اسوي شوارع بالطريقه هاي شوارع بالطريقه هاي شوارع هاي المد وابغى الشارع هذا بعد طريقة هاي. لا صراحة هذا بيكون للمينا فبقص الشارع من هني ويب هذا الشارع دايركت وين بالطريقة هاي. يعني الناس اللي تي وتطلع من هذا الشارع راح تروح المدينة اذا عندها مشوار بعيد دايركت. الحين خلنا نشغل بسم الله. انزين الحين هذا الشارع لازم يتغير لا ويستوي فور لين هاي واي اللي هو هذا لان محتاجين الناس تكون داعسه شوي. الناس اذا مش داعسه هني يكون وضع شويه ها لكم عليه لازم يسرعون الطريق هاي ومش بس هني كامل يعني هذا على هاي واي. انا اعرف هذا بيزعل الحين بس ما على الصبر. ان هذا لازم نشله اساسا هذا لازم يشل من هنا يروح لمنطقة الخدمات اللي عند التناكي يبدأ بخدمة المنطقة. والله هني بسوي نفسه بس حاليا مؤقتا انا بشله بحطيه هني وبشل هذا بحطيه هني وبغيرهم بعدين. ترى هاي ما راح يتمون نفس المكان لان المدينة البحرية هاي كامل لازم تغير ونكسر هذا المكان. انزين في حد بيطلع بيروح بيرد هذا مشروع اخر تماما انا ما ادري عنه شيء صراحة. انزين هذا المكان شو ابى اسوي فيه؟ ابى مكان فوق الناس تي تستقبل
جسر في إن هذا آخر الخريطة أشوفه، ما في منه فائدة. فشو أبى أسوي؟ أبى أسوي هذا المكان جسر، يعني جسر. خلنا نشيل برش سايز، بعد نكبره بالطريقة هذه كامل، هذه كامل تسطيح كامل لين خارج الخريطة. بعد انزل صبر، خلنا ناخذ قياس من هنا ونشوف كم القياس. اوكي بعد تحت، اوكي تحت هنا كامل. خل من ارتفاع المطار حتى اشوفه. واو ها كامل بننزل، يبال ما نحتاجها هنا، يبال ما نحتاج. اوكي هذا بس خلنا نخشه لانه مزعج شوي. هني مضطر اتحمله بس ما عليه. هناك لا، هني بيجيب اللي هو التقاطع الاساسي مال اللعبة نفسها اللي هو هذا العود، وما يبين ابدا عود في مكان نفس هذا. بس يلا هذا بيروح طريقين. الطريق الاول لازم يجي هني يدخل عند مطار، او نسوي شارع متكامل او خلف المطار. حلو. الشارع الثاني نحن لازم نسوي كونكشن هني. كيف نسوي الكونكشن؟ اول شيء نسوي ستوب حق اللعبه، ندق ديليت هني. ما ظني ببني هني قريبا، ف زين بنكسر هذا. اوح خلنا نسكر هني بالموف التول. واحد سبع نودز يكفي وزيادة، ننزلهم تحت الأرض. هالطريقة ممكن تكون أكثر من كفاية. وإني بنفس الجسر هني نحطي له واحد جسر بالطريقة هذه. أوكي دش فوق القطار. زين بس في أماكن يعني أنا ما راح أردد أشدد عليها وايد. الطريقة هاي، الطريقة هاي عساس يكون فوق مستوى القطار. طبعا هذا الحين اذا انا بقعد عامله حبة بحبة، في العادة اعدلهن انا عقب، بس اذا عاملهن حبة بحبة الحين ما راح يخلص الجيم. زين ونسوي بالطريقة هاي وصلة، الطريقة هاي وصلة. وهذا الشارع اللي نحن كنا نباه قبل حق وين مرة سيدة 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 تعال بدقة وين بدقة هني. وهذا بي دايركت مرة بدقة وين ادق هني. يعني عقب الميلان هذا ترى شيء بسيط، يعني تقدرون انتو تعدلون شوارع شوي، تسوون شيء ترى تبون تكون حركات يعني على اساس ان السيارات شو ما تصطك بسرعة هني. اوكي امور طيبة، هذا شوي ما بيأثر. زين الشيء الثاني بيجيب الشارع من هني، اربع شوارع قلنا من هني دايركت على منو؟ على هذا المكان. بس ابا يكون الشارع شوي سيدة فوق المستوى. الطريقة هاي افضل يكون. كل الشوارع يبالها رفع على فكرة، ولا شارع اللي كلهم يبالهم رفع، كلهم يبالهم ترتيب. بس ها ما بسوي الحين عسب ما اضيع حياتكم وتطلعوني بس ارفع شوارع البحرية هاي، لانها معناها تعرفون شو اقولكم. خلنا نسوي الطريقة هاي، نسوي كلك 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 جمعهم. توي ذكرت انا موداتي ردت تكبر شوي شوي. كلهم ينزلون صح، كنترول اتش تسويهم بالارتفاع هذا. يا الله ما يرضى يسويهم كلهم مره واحده. كنترول اتش ارتفاع هذا. واخر شيء عاد يبالنا النزله. كنترول لا، اول شيء كليك عدل مسلم. اول شيء عليهم كلهم عدل. نسوي نفس هذا هني. بس اخر شيء شو نبغى؟ نبغى هذا الكليك ما يكون وايد اوفر. هذا هني في كليك شوي ينزل شوي. انا شوي ترتيبات نسوي لدراج يمين يسار. انتوا عارفين الشغلة هاي، ما بضيع يومكم كله فيها حاليا يعني.
عرفتوا؟ بس انتوا فاهمين المبدأ الحين، كل السفن يمرون تحت شو؟ تحت الجسور بشكل عادي، هم يدعمون عادي العواميد، هاي مشكلتهم. هني تقريبا نفس الشيء، نفس المشكلة بيكون عندنا. فشو لازم نسوي؟ لازم نسوي لهم سلكت اول عندك كنترول اتش مثلا على نقطة نحن نشوفها زين، اللي هي هاي مثلا نقطة ممتازة شكلها. ونفس الشيء بالنسبة لهذا المكان، هذا هني شوي يمكن يباله بالعكس، نرفعه شوي نسوي بالطريقة هذه وخلاص استوى عنا. قاطعات والله في ناس تستعمل هذا الشارع. اوكي يبغالنا هني نقطة ثانية يجيب الناس، يبغالي هني دوار يروح لهني. بس هني انا محتاج شارع اساسا خارجي، بيكون في له نقطة من هني نقطة من هني دائري. بس حاليا 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 خلونا نسوي شارع على البحر هايوي، ان هذا البحر على الاغلب انا ما راح استعمله حاليا. يعني يبغالي انا بستعمل هالبحر معناه مشروع مليون نسمة، واذا مشروع مليون نسمة هاي مش مدينة عادية، نقدر نوصلها بالطريقة هذه. هاي وي اربعة رايح اربعة راد، خطين هاي هني. وطبعا شوفوا يمسون هالخطين في نقطة حلوة جدا، تجيبون الامب هذا وين صار مال النقاط، دقون كليك كنترول اس احساس ما يسوونه يوتيرن، عرفتوا؟ فالحين استوى عنا شارعين يروح لين المدينة. بسبب هذا الشيء انا لازم هالشارع ادقه ابجريد قوي طريقة هذه، راح اكبر هذا الشارع كامل بسبب هذه الحركة، وابا اعطي باي باس دايركت هنا، ما بالناس تلف لفات غريبة بالطريقة هذه. فصار عندنا شارع اخر للمدينة، يعني يمكن حد يبي هني شاحنات من هاي واي الى اخره الى اخره. هذا ليش طاير في السماء يا صديقي؟ بالطريقة هذه مثلا، انتو فهمت المبدأ. وهني طبعا ندق فلوس، هني الوضع هني دق فلوس، ما في يبغى شاحنات. والله في شاحنات، بس نحن يوم سوينا هذا الشيء نسينا ان ما عندنا مصانع هناك. مصانع لازم، في ناس ما ادري تزعل من ان يوم اسوي هذا المكان مثلا نفس هذا يبى اسوي بالطريقة هاي. خلاص يا اخي هذا استوى مكان صناعي، خلاص هذا المكان صناعي صار، والصناعة معروفين يحش المكان حش شير كله بشلة. اوكي هذا بكبره مكان صناعي ما يحتاج اي شجر يعني اللي بال. وبنيب مخطط حطي شارع ابر، خلي افكر بالطريقة هذه. بنحطي نيب المصانع البترول، شو مصانع نحتاج؟ مينتنس لازم يكون عند الربع اللي هني. احنا بنحطي نفتا كراكر اللي يسوي بلاستيك، او عفوا محتاج امد الاندستري. زين فكل عبارة عن اندستري اريا بس اكثر ولا اقل. اوكي زين بنحطي اللي هي يسوي بلاستيك، حطينا اربع مصانع مقابل بعض. اوكي وبيجيب شارع ثاني وي وسع مجال، وسع مجال اكثر الطريقة هذه. زين وبنيب مصنع ثاني اللي هو يحول الى اويل، اويل عادي. اوكي هذا وايد ترى مدخل ما عندنا مصنع عيل ثاني. عود، هذا العود، هذا العود صدقون نفس الشيء ونفس الشيء، بس هذا ينتج كمية أكبر. زين بسوي بالطريقة هاي، هذا كفيل إنه يسوي زحمة هني يسكر مكان تسكين. هذا الحل حاليا، لأن أنا مو مسوي السالفة وايد حق البترولية صراحة، هذا واحد من الأسباب الأولية. إنجليش زين حطي بالطريقة هذه،
صراحة يعني وايد المبدأ لازم الطريقة هذه الطريقة هذه اجي هذه زين مش وايد انا مسوي سالفة المكان حاليا بس ابغى يكون شغال زين انا اهم شيء عندي هالمكان يبدا يشتغل لان الصناعه اللي هناك تهني هذا اهم شيء عندي حاليا بعدين بنبدا نسوي ديزاين هاي لازم يكون له حلقه بروح يعني بس انا من باب اني اراويكم شو سويت في اللي كان في هاي المنطقه وتحول الى شو المكان تحول الى جسر عملاق يعني انزين يعني هذا نقدر نشغل مكان ثاني اوكي هذا المكان حاليا افضل اني ما اوصل اساسا راحت افضل ان اخليه يوتير والله ممكن شوي بالطريقة هاي ونسوي باب حب توسع الناس تي وتروح انزين الحين هذا الشارع اللي نحن قطعناه تذكرونه هذا ممكن يدخل الدوار ممكن نقطعه بس خلاص خلينا نقطعه لان فيه هني دوار ضخم ويوزع شوي ضغط يعني في الناس تقدر تتي من هني او تقدر تتي من هني ما عندهم مشكلة شوفوا الحين تغير المكان الجسر ضخم في نص المكان المصانع يبالها نقل بروحه يعني بروحه يبالها شغل والله انزين هني بالنسبة لنا الشارع زين بس الهاي واي ليش ما في ليتات بشوارع هذا ما في ليتات ايش الزعل يعني حرام والله حرام انه ما في ليتات مخرب شوي اللي علينا المكان بس اتس فاين عادي مو مشكله وين هاي الشغالين يدخلوا علينا فلوس لينات كافيه وزياده بس 1 2 3 4 لينات بعد مش ثلاثه وهاي الناس قاعد تستعمل الخط ناس ما شاء الله في حركه طيبه على الشوارع احد يستعمل هالشارع اساسا بغض النظر سوينا مجال حق شيء جديد الحين بعد ما سوينا الاكشوال هنا نحن شارع الجسر الضخم هذا الطريقة هاي هني راح تكبر المشاريع اساسا زين حاليا بتكبر بس مش الحين بالضبط حتى الشارع راح يتغير المكان راح يتغير بس الشوارع غير يستوي يمكن هني مكان مواني ضخم للاستيراد والتصدير على اساس الناس هني يسوي زحمه شوي عندي افكار وايد بس الحلقه الجايه على الاغلب بسوي الكاثدرال اللي قلنا بنسويها المره الماضيه وما سويناها فنشوفكم ان شاء الله فيديو قادم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.